السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا أين وصلت الأشغال بمشروع تاع ربط منطقة عين الله إذن بجنوب العاصمة إنشاء إذن خريسية. وهنا نشوف النقطة تاع الانطلاق تاع المشروع هذا. هنا يبدأ المنطقة هذه بطريق مزدوج على حسب هنا في الخط هذا موازي للطريق السيار نتاع بن عكنون. إذن وهنا نشوف المنطقة هذه هنا الإشغال تاع الجسر هنا اللي راه قيد الإشغال. والصور هذه يعني بالمناسبة الصور هذه تعود إلى شهر ونص فقط. اذا هنا لاحظ الجسر. شوف هنا الاعمده تاع الجسر هذايا. شوف هنايا انها راهي قيد الانشاء. اذا هنا الجسر العملاق فيه حوالي 700 متر. شوف هنا اذا هذا الجسر اللي راح باتجاه الجنوب منطقة هكا حابط هنا من الجهة هذه. ونشوف هنا بداية طريق السيار اللي راح يهبط باتجاه خريسية. ولا اكيد مؤكد سوف يتفادى منطقة العاشور. هنا عندنا طريق هنا مكتظ ومنطقة درارية وباب أحسن. إذن يروح من الجهة هذه هكذا سوف يتفادى المجمعات السكنية هنا يعني في خاصة منطقة واد الطرفة هنايا اللي حتى يوصل إلى منطقة خريسية جنوب. ثم سوف يكون فيه يوصلوه بطريق السيار الشرق غرب على مستوى بير توتا. إذن هنا عندنا الطريق تاع الشرق غرب. لاحظ هنا طريق الشرق غرب على مستوى بير توتا. إذن يكون فيه نقطة تاع التقاء مع طريق السيار الشرق غرب. إذن وهذا الخط هذا سوف تكون لنا بعض الصور عن هذه الأشغال. لاحظ أنه نروح نشوف النوعية تاع الطريق هذا. إذا كان فيه إذا كان طريق ذات تلت أرويقة ولا أربع أرويقة. نشوفوا هنايا جزء من الأشغال تاع الطريق هذا. أنا نلاحظ الطريق هذا نقيس العرض نتاع هو 25 متر يعني 12 متر في كل رواق. 12 متر في كل رواق زائد متر نتاع لو تير بلان سنترال هذا يعني الحاجز نتاع لا غليسيير هنا ما بين الرواقين. اذا 12 متر هي ثلث أرويقة ثلث أرويقة نتاع 4 أمتار أو نتاع 3 أمتار زائد نتاع الشريط يعني نتاع الوقوف الاضطراري. إذن على حسب العرض نتاع الطرق هذه فنحن مع طريق ذات 3 أرويقة في 2 يعني 6 أرويقة. إذن هذا هو حالة الأشغال. وهنا نشوف الأشغال راهي ماشية باتجاه الجنوب نحو خريسية. وفيه طريق آخر سوف يروح يعني بهذا الاتجاه يعني يروح بالاتجاه هذا. طريق يكون بالاتجاه هذا من الجهة هذه باتجاه سيدي عبد الله مدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله. إذن هذا هو المشروع نتاع ربط مدينة عين الله
بطريق السيارة الشرق غرب على مستوى بيرتوتا مرورا بخريسية وتفاديين لمنطقة وادي طرفة ودراريا والعاشور وباب حسن. إذن وهذا الطريق سوف يوصل بالطريق اللي يجي من هنا، يعني من منطقة 5 جويلية هنا، راح يكون مكمل لهذا الطريق. وهذا الطريق تاع 5 جويلية في الحقيقة ينطلق من منطقة باب الواد من هنا مرورا شوفالي، ثم يأتي إلى منطقة عين الله ليستمر باتجاه خريسية نحو الجنوب. إذن هذا هو المشروع. أترككم مع الصور والسلام عليكم.